بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. صحفي يتحدث عن عام وأربعة أشهر قضاها في معتقلات الحوثيين. 15,000 مخطوطة في صنعاء مهددة بالتلف. أين تم حفظ قطع الآثار التي أعادتها أمريكا إلى اليمن؟ بعد بقائه صامتاً منذ الإفراج عنه وفقاً للالتزام الذي أخذ منه، يتحدث الصحفي يونس عبد السلام المفرج عنه من سجون ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً للمصدر أونلاين عن ليلة الغدر في صنعاء العاصمة التي غدت سجناً كبيراً لكل ساكنها، وأصبحت مهنة الصحافة فيها جرماً يعاقب عليه قانون السيد. أكثر من عام وأربعة أشهر قضاها يونس في زنازين الميليشيا في صنعاء بتهم ملفقة جاهزة، التخابر مع جهات أجنبية ومضافا إليها تهمة الإلحاد وفقا للموقع. لم تكن ليلة الرابع من أغسطس عام 2021 سعيدة كما ظنها يونس، فبعد غروب شمس ذلك اليوم تم اختطافه من الشارع العام بالقرب من مطار صنعاء الدولي، واقتدى إلى زنزانة داخل المطار الذي حولت معظم مرافقه إلى معتقلات وثكنات عسكرية مكث فيها 4 أيام قبل أن ينقل إلى ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات. في الملفات الجاهزة مسبقا لدى الخاطفين يكرر المحقق طيلة الأشهر الستة الأولى في السجن السؤال عن كتابات بمواقع التواصل الاجتماعي وتقارير أنتجتها كصحفي في محاولة لترهيبك وإطفاء نوع من القانونية على عملية اختطافك وصلبك على الخشب وتقييد يديك ورجليك معا وإبقائك على كرسي والصعق بالكهرباء حد الغيبوبة. وفي المعتقل أصوات مزعجة من سماعات في زنزانتك، ضرب بأسلاك كهربائية، إغلاق عينيك وأنت مقيد لأيام، ومنعك من النوم وغسلك بمياه تغلي. ثم بعد ذلك تعتاد حياة المعتقلات وهي كما يصفها داخل الزنازين الانفرادية، تتعود على روتين معين، انتظار الأكل وانتظار النوم، لا حركة لا شيء. بعدها بأشهر تبدأ تتعود على الروتين اليومي. ما هي طبيعة الأسئلة التي تدور في المعتقل؟ يقول إن أهمها: هل نحن في الصباح أو المساء؟ وما هو اليوم إذا كان سمح له بتهريب ساعة أو وصلت معلومة عن هذه الأسئلة من السجان أو المستلم؟ لم تفرج الميليشيا عن الصحفي يونس عبد السلام إلا بعد وساطات عديدة وتعاون مجموعة من الأصدقاء على رأسهم جمال عامر، أفضت إلى إطلاق سراحي، وما زلت أنتظر السماح لي بأخذ مقتنياتي. علي أحمد العمراني واحد من أكثر البرلمانيين اليمنيين تتبعا للحراك الجنوبي الذي رفع المطالب الحقوقية أولا، وكان ضمن اللجان المكلفة بتقصي الحقائق في المناطق التي شهدت الحراك، وما زال له رأي بما تطور إليه مطالب انفصالية، وقد كتب مقالا نشره المصدر أونلاين. القضية اليمنية بعد الغزو الحوثي الذي نتج عنه أخطر مأساة إنسانية في العالم، خصوصا في المناطق التي يحتلها الحوثي أو يحاصرها، قد جبت ما قبلها، بما في ذلك القضية الجنوبية، حيث صارت القضية اليمنية في كل بقاع الدنيا وكل المحافل هي العنوان والبيان، وهي الأعمق والأشمل والأصل. ولم يبقى من القضية الجنوبية إلا ما يراد به المجاملة والاستغلال لمصالح خاصة أو فئوية، وإعاقة مواجهة الحوثي وترديد عبارات محفوظة مثل قضية عادلة وخلافه. الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه هو وحده المسؤول عن وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ولن يقبل اليمنيون بتقسيم بلادهم تحت أي ظرف وأي ضغط وأي رغبة وأي ثمن وفي أي وقت، وغير مقبول تقديم ضمانات من أي جهة خارجية، ويجب رفض أي مفاوضات يكون ضمن أجندتها نقاش موضوع الانفصال. ومن ذا الذي يملك من دول الإقليم أو غيرها الحق في أن يقدم ضمانات يكون موضوعها طرح تقسيم اليمن؟ ولا يحق لأحد الحديث عن ذلك أو التلويح بقبوله كائنا من كان وأيا من كانت رتبته وصفته.
وفي الوقت الذي ننظر إلى مشروع الحوثي باعتباره شراً وخطراً بلا شك ولا ريب، فمشروع الانفصال لا يقل خطورة وشراً، وقد يزيد على خطر الحوثي في المدى المتوسط والبعيد. ودعك من الدعاوى والمزاعم التي تتبنى خلاف ذلك وتقلل من خطورة مشروع الانفصال، فهي دعاوى ومزاعم زائفة وممولة من الخارج في غالبها، وساذجة فيما يستند منها إلى حسن النوايا. أعلنت حكومة الولايات المتحدة عن إعادتها 77 قطعة أثرية إلى اليمن، ولكن الأوضاع في اليمن غير مستقرة، فأين يمكن وضعها؟ الموقع بوست ترجم تقريرا عن المكان الذي سيحفظ تلك الآثار، وقال الموقع إن السفارة اليمنية في واشنطن اتصلت لأول مرة بالمتحف الوطني للفنون الآسيوية في يناير 2023 لاقتراح شراكة تضمن بقاء القطع الفنية آمنة خلال الاضطرابات اليمنية المستمرة. ووفقا للموقع، فقد أعلن متحف سميثسونيان الوطني للفنون الآسيوية دخوله في شراكة مع حكومة الجمهورية اليمنية لتوفير التخزين وإعادتها لحكومة الولايات المتحدة إلى الجمهورية اليمنية هذا الأسبوع. وقال المعهد في موقعه الإلكتروني إن القطع المستعادة دخلت في عهدة المتحف منذ 21 فبراير كجزء من عملية الإعادة إلى اليمن، وذلك امتدادا لعمليات مماثلة وقعت في السابق عندما أعادت الحكومة الأمريكية ممتلكات ثقافية يمنية في العام 2004 للسفارة اليمنية. وقال المعهد إنه سيتكفل بتخزين ورعاية 77 قطعة أثرية، وسيسمح بتوثيق وعرض المجموعة لتعزيز فهم أكبر للفن اليمني القديم، وذلك لمدة عامين في إطار الاتفاقية مع خيار التجديد. وستقدم السفارة المشورة بشأن الوصول إلى الأشياء والبحث عنها والمحافظة عليها. وتشمل القطع 77 على وعاء من البرونز و11 صحيفة من المصاحف القديمة و65 لوحة جنائزية تعود إلى النصف الثاني من الألفية الأولى قبل الميلاد من شمال غرب اليمن. متحف سميثسونيان الوطني للفن الآسيوي منذ العام 1906 وافتتح رسميا في العام 1923، ويعنى المتحف بالحفاظ على الفن وعرضه والبحث فيه وتفسيره بطرق تعمق فهمنا الجماعي لآسيا والعالم، ويضم أكثر من 45 ألف قطعة، ويشرف على واحدة من أكبر وأشمل مجموعات الفن الآسيوي في أمريكا الشمالية، مع أعمال تعود إلى العصور القديمة حتى الوقت الحاضر من الصين واليابان وكوريا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والعالم الإسلامي. قرأنا بمناسبة إطفاء الحرب الروسية في أوكرانيا شمعتها الأولى سيلاً من التقارير والتحقيقات في صحف كبرى، استند بعضها إلى وثائق وتسجيلات لأحاديث الجنود الروس المنخرطين في المعركة. هذه إحدى فقرات مقال كتبه غسان شربل ونشر في الشرق الأوسط، وجاء فيه: أوصانا أساتذتنا في المهنة بتفادي الحماسة المفرطة وبالاحتفاظ بالمسافة الضرورية لقراءة الأحداث وأدوار نجومها. حذرونا من الوقوع في سحر السحرة، وكانوا على حق، لكن الصحفي وكأي إنسان لا يستطيع اعتقال مشاعره في ثلاجة والتحصن تماماً ضد قدر من الإعجاب وشيء من الانحياز. والحقيقة هي أنني أعجبت بفلاديمير بوتين ورحت ألاحق أخباره وأسأل عنه منذ جلوسي على عرش بطرس الأكبر عشية القرن الحالي. ضعف من اهتمامي ما سمعته من عدد من الشيوعيين العرب من أن روسيا لن تغفر للغرب ابتهاجه بتفكيك الاتحاد السوفيتي وإذلاله، وأنها ستستجمع قواها للنهوض مجدداً ضد عالم القطب الواحد. أصغيت إلى كلام أيتام الاتحاد السوفيتي، لكنني اعتبرته أقرب إلى التمنيات. أثار وقوع الكرملين بين يدي بوتين حيرة الكثيرين. لا يملك الرجل تاريخاً حزبياً أو عسكرياً يمنحه الأفضلية في تسلم الأختام. كان واحداً من ضباط إمبراطورية الكي جي بي الذين يتقنون مكافحة الجواسيس أو تجنيدهم، فضلاً عن تدبيج التقارير بالحبر السري.
سمعت لاحقا أن المبرر الأكبر لوصول الرجل هو أن تكون الغرفة العميقة في المؤسسة العسكرية والأمنية حملته مشروع ثأر من الكارثة التي شكلها الانهيار السوفيتي. استوقفتني كلمة الثأر، خصوصا أنني كنت سمعت في موسكو يلتسن أن الرجل الأقوى في روسيا هو السفير الأمريكي، وشاهدت في شارع أربات أكواما من بزات ضباط الجيش الأحمر تباع الواحدة منها مع أوسمتها بحفنة من الدولارات. لم يخطر ببال القادة الغربيين أن الرجل صاحب الابتسامة المقتضبة والعينين الباردتين يحمل تحت ثيابه مشروع انقلاب كبير. وجدوه صالحاً للتعامل معه، لكنهم افتقروا إلى المعرفة الدقيقة بالغليان الذي يموج في أعماق الروح الروسية. استخفوا ببلاده وروجوا للثورات الملونة وفتحوا أبواب حلف الناتو أمام الدول التي سارعت إلى الفرار من البيت السوفيتي فور تصدعه. وشاهد بوتين مجروحاً الطائرات الغربية تذل الأسلحة السوفيتية في العراق وليبيا. نعود لموضوع الأثار ولكن من زاوية أخرى. تعيش الفنون والثقافة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثي أوضاعا مأساوية، باتت معها عشرات الآلاف من القطع الأثرية مهددة بالسرقة والبيع، والآلاف من المخطوطات التاريخية معرضة للتلف. تعنون شرق الأوسط 15,000 مخطوطة يمنية مهددة بالتلف و160,000 قطعة أثرية غير موثقة. وتقول الصحيفة يأتي ذلك في وقت يصادر فيه القيادي المتنفذ أحمد حامد أبو محفوظ الذي يشغل موقع مدير مكتب مجلس الحكم الإنقلابي مليارات الريالات من عائدات صندوق الثقافة والتراث بعد أن أوقف مخصصات الفنون والثقافة والآثار. عاملون في قطاع الثقافة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ذكروا للشرق الأوسط أن حكومة الانقلاب اعتمدت ميزانية شهرية لقطاع الثقافة بمبلغ يساوي 1,000 دولار خاضعة للضريبة. وأكدت المصادر أن موظفي قطاع الثقافة والفنون يعيشون مرحلة من البؤس والمعاناة لم تشهد من قبل، في حين تصرف المليارات لصالح المقاتلين أو لحشد المزيد منهم أو نفقات للمشرفين الحوثيين في كل مرافق ومناطق البلاد. ونقلت مصادر سياسية عن وزير الثقافة في حكومة الانقلاب الحوثية شكواه من مصادرة القيادي أبو محفوظ عائدات صندوق التراث والثقافة التي تصل إلى مليارات الريالات سنويا، وقوله إن هناك 160,000 قطعة من أهم القطع الأثرية في المتحف الوطني بصنعاء، وهذه القطع غير موثقة وغير مؤرشفة وغير مسجلة. حتمية الفوضى لكن لا شيء سوى الخيام. تحت هذا العنوان كتب رامي أبو شهاب مقاله في القدس العربي مضيفا في المقال: أضحت الخيمة ثقافة في واقع عربي لا يبدو قادرا على تخليص نفسه من الإعوجاج، فثمة دائما أنصاف الأشياء، فالمنظومات والأنظمة كما المؤسسات تجعل العربية غير مكتمل، هو مختطف من قبل أطراف لا يهمها سوى السلطة. العربي يعيش في نصف وطن، وإذا وجد عملا فعمله بالكاد يؤمن نصف قوته، في حين أن حريته لا تعدل ربع حرية، يعاني من تأمين أساسيات الحياة. هو يكمن في أوطان لم تتمكن يوما من أن تكون جزءا من وجود المؤسسة النموذجية التي تبدو بعيدة عنه، هي غير قادرة على أن تكمل نقصه لأنها تريد أن تكمل فسادا لا ينتهي. الدولة في وعي العربي أو لدى البعض ليست سوى كيانا يحتمل أن يكون عبئا لا عونا أو ملاذا. نفتقد ذلك الاحتضان لمعنى أن تكون منتميا لوطن، ومن هنا يمكن تفسير هذه الذوات التي تبحث عن مستقر لها في أوطان الآخرين كي تتجاوز الخوف والقمع والجوع والمهانة. وهناك قد يقسو الآخرون وقد تقسو الطبيعة التي قد تنهي هذا الاستقرار الهش. تضيف الطبيعة لجوءا مركبا، إذ يتحول الشتات إلى كابوس طويل، على الإنسان أن يعيد تأثيث وعيه كي يفهم تداعيات هذا الكابوس، أو أن يتجاوز الصدمة التي تبدأ عندما
ادعي بأنك أمسيت للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة مطارداً في المكان، وهنا تتشكل أسئلة تقتص من الوعي. كيف يمكن لنا أن نتملك عالماً أفضل؟ وكيف يسهم شيء من سوء الحظ والقدر في تكوين الألم؟ أم أنها لعنة أن تنتمي إلى هذا المكان أو ذاك؟ قد تبدو مفاهيم الأشياء غير مستقرة. لقد بات يقترب من مناخات محمد المغوط حين قال: تحت مطر الربيع الحار أنتقل من مدينة إلى مدينة وحقائبي مليئة بالجراح والهزيمة. أضحى اليمن أرضاً خصبة لما يعرف بقنوات الظل التي تتحرك عبرها الأموال، سواء من جانب الباحثين عن الاستثمار السريع أو الذين ينشدون الحماية من قبل نافذين في أطراف الصراع، فضلاً عن المال السياسي الذي طغى بالأساس خلال السنوات الماضية لخدمة المتصارعين على مختلف الجبهات. وفقا لما جاء في موقع العرب الجديد، ووسط الانفلات الأمني وانتشار حمل السلاح، لم يجد تجار ومغتربون وكذلك أصحاب رؤوس أموال بديلا عن اللجوء إلى أنشطة استثمارية بعينها تخضع لسيطرة المتصارعين على غرار تجارة الوقود والاتصالات واستيراد السلع الأساسية، ما يبقي هذه الأنشطة في حالة رواج دائم ويدير دخلا على المتنفذين. ومثل الاستقرار السياسي والأمني أو مثل الاستقرار السياسي والأمني أحد أهم التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في الوقت الراهن، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين والشحن إلى الموانئ اليمنية باعتبارها دولة غير مستقرة أمنيا. مصادر تجارية واستثمارية أكدت أن كتلة مالية كبيرة أضحت تتركز في مشاريع محددة تستقطبها كملاذ آمن بحماية أطراف نافذة تكونت بفعل الحرب الدائرة، تستهدف جني أموال سريعة في استغلال واضح للتغيرات الديموغرافية والسكانية، كما هو حاصل في السوق العقارية نتيجة للنزوح وارتفاع الطلب على المساكن التي وصلت أسعارها وإيجاراتها إلى مبالغ خيالية. وأضحى اقتصاد الظل يسيطر على مختلف الأنشطة في اليمن، وتتحرك خلاله الكثير من الأموال، بينها سيولة نقدية مجهولة المصدر ومشبوهة وفق خبراء اقتصاد. ويقول مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة: إن هناك أهمية للعمل على بناء السلام وتعزيز الاستقرار على كافة المستويات لتشجيع وتحفيز رؤوس الأموال الوطنية والاستثمارات المحلية عبر شراكة فاعلة مع القطاع العام تزيل المخاوف وتدفع نحو ترسيخ بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت مجموعة من الصور التي توثق رحلة النساء في عدد من أنحاء العالم للوصول إلى المهن المناسبة، حيث كانت تحصر النساء في أعمال معينة ولا يسمح لها بغيرها. فما هي تلك الأعمال؟ نشاهدها في صور تعود إلى عام 1934. وفي آخر فقرة من البرنامج إليكم مجموعة من رسومات الكاريكاتير نتابعها سويا.
وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من كشك الصحابة. تقبلوا خالص التحايا والشكر على المتابعة، في أمان الله.